Assalamu alaikum wa rahmatullah. Class 3 Arabic, book number 1. Tahfeez, page number 6. Tahfeez mein padhna hai aaj surah jo padhni hai uska naam hai suratul alaqi makkiyah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطيعه واسجد واقترب بس اتنا ہی یہ آیت جب پڑھیں گے تو آپ پڑھنے کے بعد پھر ایک سجدہ کرنا ہے اور اس میں تین بار کم سے کم سبحان ربی الاعلیٰ بھی ساتھ پڑھیں گے سجدے میں جا کر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ